بالراحة. مين الولد ده؟ أنا أول مرة أشوفه. شمس؟ ده حكايته حكاية. اسمه شمس؟ أيوة. من كام شهر شرطة مكافحة التسول قبضت على واحد من اللي كانوا بيشغلوا الأطفال دول، وشمس كان من ضمنهم، لكن ما قدروش يتوصلوا لحد من أهله. اللي لفت نظرنا إنه حافظ حاجات مستحيل يحفظها غير في حضانة مدرسة خاصة أو لغات. كل اللي قدرنا نعمله إننا نحميه من دخوله الإصلاحية عشان مستقبله ما يروحش. كتر خيرك. حبيبي شكله حزين قوي. اتفضل. مش عاوز. انت بتجرب تفتح دي؟ لا مش عاوز. ليه بس؟ ها؟ الحاجة اللي انا عاوزها مش هتكون جوه العلبة دي. طب ممكن اعرف ايه الحاجة اللي انت عاوزها عشان انا ممكن اجيبها لك؟ مش هتعرف نجيبها. طب ليه بس؟ جرب. عاوز ماما. قولي انت فاكر ماما؟ فاكر اسمها ايه؟ ماما كان اسمها ماما، وكان شعرها كان طويل ولونه اسود، وكنت بحب العب فيه قبل ما انام. طيب تعرف ترسمها؟ لا. طب تفتكر اسم بابا؟ لا. ولا فاكر كنتوا ساكنين فين؟ لا. تعرف انا اسمي زيك شمس. تضحك علي. اضحك عليك ليه؟ والله اسمي شمس. ايوه كده. انا عايزاك تضحك وتفك التكشيره دي. اعمل ايه بقى عشان تبقى مبسوط؟ تعرفي تحكي حواديت؟ احكي حواديت؟ ده انا ما بعرفش احكي غير حواديت. تعالوا يا اولاد انا هحكي لكم حدوته جميله جدا جدا عشان خاطر شمس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه صباح. عايزين همتكم بقى معانا النهارده. ان شاء الله يا ست هاني. عم مجاهد. عينيا. الكهربائيه جايين كمان شويه، عايزاك تقف معاهم. من عينيا اموري بس. صباح الخير. صباح النور والورد يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام، احنا مجهزين كله 100 100. النهارده بالذات مش هسمح باي غلط. لا ما تقلقيش باذن الله زي الفل. تمام. الو. السلام عليكم. احنا هنا فيلا نور الدين فرحات. من فضلك كان في اوردر عملناه اول امبارح. انتوا عارفين ان سيدنا محمد لما اتولد كان والده توفى، يعني ما شافش باباه ابدا، وعاش مع مامته لغايه ما كان عمره 6 سنين، وبعد كده مامته كمان ماتت، يعني بقى لا عنده اب ولا ام. طب ومين اللي رباه؟ جد عبد المطلب بعد كده خده ورباه وعاش معاه 2 سنين لغايه ما بقى عمره 8 سنين، وبعد كده كمان جده مات. هو كان عايش هنا؟ لا يا حبيبي، زمان ما كانش فيه اماكن زي دي، عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام وهو صغير تعب قوي، بس هو صبر وتحمل. بس هو اكيد ما قالش ان هو زعل عشان هو النبي. ما الرسول وقتها كان صغير، ما كانش يعرف ان هو هيبقى رسول. كان ربنا سبحانه وتعالى لسه ما بلغوش. صح؟ صح. عجبتك؟ اه. طيب مين بقى هيحكي بدالي حدوته دلوقتي؟ انا. برافو يوسف، يلا احكي حدوته. باشمهندسه، ايه الاخبار؟ على الظهر ان شاء الله هتكون كل حاجه جاهزه، وانا قلت اخلص بدري علشان اعمل تيست واتاكد ان كل حاجه مظبوطه. الله ينور. ومعاك يا عم مجاهد اهو، اذا عاوزتي اي حاجه هو يجيبها لك. تمام، ميرسي لحضرتك. فرجيني بقى اللي انت عاملاه. شويه همه يا بنات، لسه هنوضب ورا الرجاله اللي بره. حاضر. تلاقيهم حاضر. بهدلوا الدنيا. صباح الخير. صباح الخير يا نور بيه.
حالا هخليهم يحضروا لحضرتك الفطار. لا انا هفطر في المكتب. متاسفه شموسه موصياني لازم تفطر. طيب حاجه بسيطه. اشرف جه موجود بره من بدري. ودي الشنطه في العربيه. اتفضل حضرتك والفطار هيكون عندك حالا. طيب انا هضطر امشي بقى دلوقتي. هتمشي؟ هتيجي تاني؟ طبعا هاجي تاني، اصل انا عندي شغل كتير كمان. ايه النهارده عيد ميلادي. ايه ده عيد ميلادك النهارده؟ عيد ميلادي النهارده. انت بتفضل لي الهديه دي؟ ايه ده؟ الهديه دي عشاني انا؟ ايوه. دي حلوه قوي قوي قوي، ممكن البسها؟ اتفضل. عارف احلى هديه النهارده ايه؟ ان انا شفتك وان انت اسمك شمس، مفيش حاجه احلى من كده. حضرتك عارف ان البورصه بقالها اكتر من 3 سنين مش مستقره، وده اللي بيخلينا حريصين في تعاملاتنا علشان نقدر نحافظ على استقرار اسعار الاسهم للشركه. احنا مش ناقصين في اخبار عن موضوع بنك الشرق. ايوه يا فندم، الشركه الخليجيه كانت في اجتماع مع مجلس اداره البنك لغايه الفجر، لغايه ما تمموا الصفقه واشتروا البنك. يعني احنا متكتفين من كل ناحيه. الحمد لله يا فندم ان احنا لسه شغالين. شركات كتيرة غيرنا صفوا عملهم وخدوا فلوسهم وطلعوا بره مصر. مجموعة شركات شمس جروب بيشتغل فيها أكتر من 1500 موظف وعامل، يعني 1500 أسرة. موضوع التصفية ما يخصنيش أنا لوحدي. طب اتفضلوا انتوا دلوقتي. شكرا. لا راتب خليك أنت معايا. دكاترة ممكن تسمعوني دقيقة لو سمحت؟ بكرة إن شاء الله مفيش محاضرات وهنضرب عن الدراسة. هنعمل كلنا وقفة صامتة قدام المبنى الرئيسي للكلية. الورق اللي أنا بوزعه عليكوا ده فيه أسباب الوقفة. في حالة إن الجامعة ما تستجبش لمطالبنا هيبقى فيه تصعيدات تانية وأنا إن شاء الله هقولكوا عليها في وقتها. إيه؟ اتفضل. لا هو أنا مش يا أخي، حتى لو مش هتيجي اقرأ أسباب الوقفة الأول وبعد كده أبقى أقرر. ما تبطلوا جبن بقى. أوكي شكرا. عفوا. صباح الخير يا جماعة. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا حازم عبد العزيز معيد البكتيريولوجي الجديد. طبعا ميرسي على حسن الاستقبال الرائع اللي أنتوا استقبلتوني بيه النهاردة دوت. إن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا. ممكن بقى نبدأ المحاضرة؟ بيبقى ورا بعضه، بيبقى كده وبعدين كده وبعدين كده، بيبقى نفس الحاجه كله، فاهمه؟ بعدين بحط شعر الكيرلي دوت وبعدين بالميك اب اللايت وكده. بونجور. اسيبو. انا بدوسه على القصير واللي تحتيه لجنز كده، بيبقى ستريتش كده، عارفه؟ جو سوي. جو سوي يعني انا اكون. تو اي. تو اي يعني انت تكون. ال اي. ال اي. الي. 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 ايه انت يا بنتي بتحبي دور كريم ولا لا؟ بحبه طبعا، بس لو يحيى اخويا عارف هيطين عيشتي. ده مش هزار، هيطين عيشتي. ده انا اللي هطين عيشتك. قومي. ترغب في ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ معلش يا بنتي والله عشان ما بتضحك. طب مبسوطين معانا في الفصل الحمد لله؟ بجد؟
طب قولي اول ثلاث تصرفات من غير بتر. نعم. لا مؤاخذه يعني يا مسيو، اصل احنا ثقافتنا انجليزي، طب ما نفهمش في الفرنساوي ده قوي يعني، على الخفيف كده اهو. لا والله بجد. ما تبطلي ضحك، يبقى خليها تنفعك لما تسقطي. بعد الشر يا مسيو بتقول كده ليه؟ معلش انا اسفه، ما هي اللي بتضحكني. تقعدي. نقعد وانت واقف يا مسيو، ما يزحش طبعا. لا فعلا ما يزحش. اقعدي. يا بنت مسيو وشه جاب الوان.